لو الحكاية فيها إن فيجو كنت معاها في حتى عام منذ شهر الانتقال فنأخذ اجتماع بخصوص التمريض اللي هي حصلة منكم في الجنين بحثت هنا فأخذ اجتماع برضو أنا بالقلبية برئاسة الأستاذ لطفي عشان مشكلة الجنين وأرسلت رسالة لرئيس الوزراء الشباب محمود عوضة وكان موافق النهارده الحمد لله من السيد وزير قانون التأسيس في السكرتيرية هنا عندنا في التليفون لأن الولاية بتتم إلغاء تحصيل الجنين وإنك أنت هتاخد جنين وثلاث جنين إن شاء الله الموافقة تابعة وتم الموافقة عليها دي بس بتكون إيه طريقة.